موفقين في دبرتكم دوم موفقين. ما عيش بلبنان وبرات لبنان يلي بيفكر انه بيقدر يشلب خيار المستقبل. اهلا بكم الى المسائية ونبدأها بالعناوين مع محمد زينب. تحية طيبة الى العناوين. إنجاز نوعي للجيش ضد الإرهابيين في مخيمات عرسال، قائد الجيش يجول ويتوعد، والعمليات النوعية تتكثف لاقتلاع الشر الخبيث. تنظيمات الإرهابية في سوريا لبنان يفتشوا على اللجوء إلى لبنان. وعون يدعو من مقر قوى الأمن الداخلي إلى اليقظة لمرحلة ما بعد سقوط التنظيمات الإرهابية في سوريا. داعش ينسحب من 17 قرية بريف حلب لصالح النظام ويستعيد حيا في الرقة. يلي رح يكون هين هو تقابل مندوب بلوم بانك عبر الفيديو تشات. بلوم بانك ليما معك، كيف نساعدك؟ بس يلي ما رح يكون هين تقنع ابنك يلعب مطرح تاني. يلي ما رح يكون هين تعرف تنقي القوي. اي ساعة بيفتحوا الفروع؟ يعني صوتك على صوت التي في. صوت شوي. اي ساعة لا ولا يهمك، خد وقتك استاذ. اليوم بلوم بانك بتقدم لك فيديو تشات، فيك تقابل فيها اي مندوب ساعة اللي بدك، مطرح ما بدك وكيف ما بدك. اي بلوم، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. من عرسال وجرودها وبتوقيف انتحاريين كانوا سيفجرون انفسهم من زحل الى بيروت، جاء الرد على الكلام الذي استدعى من هب ودب ليدافع عن لبنان. جنود الجيش اللبناني الأبطال ردوا على من ادعى أن اللبنانيين غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم بأن أوقفوا عشرات الإرهابيين وبينهم مطلوبون كبار، أبرزهم قاتل الشهيد المقدم نور الدين الجمل ابن الطريق الجديد وبيروت وشهيد كل لبنان. والجيش يحمي الحدود إذن والثغور، كما تحمي قوى الأمن الداخلي لبنان من المجرمين والسارقين، حيث أوقفت شعبة المعلومات في يوم واحد سارقي بنك البركي في الكولا وسارقي بنك عودي في بحمدون. ومن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كان اللواء عماد عثمان يستقبل رئيس الجمهورية ميشيل عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق لتهنئته بالعيد 156 للمؤسسة. ويعلن من على منبر المديرية أن مهمات القوى الأمنية تنتهي عندما تسلم المطلوبين إلى الضابطة العدلية بعدما يبذل رجالها الغالي والنفيس لتوقيف أشخاص بالغي الخطورة داعيا إلى عدم التهاون في محاسبتهم. إذن عمليات دهم لعناصر الجيش اللبناني لمخيمي النور والقاري في منطقة عرسال شهدت تفجير 5 انتحاريين لأنفسهم، بالإضافة إلى تفجير إحدى العبوات الناسفة، ما أدى إلى مقتل فتاة سورية وجرح 7 عسكريين. وأدت العملية إلى توقيف نحو 373 مشتبها بهم، بينهم قيادات وعناصر في تنظيم داعش الإرهابي. هي عملية استباقية أخرى ينفذها الجيش وتنجح في حماية اللبنانيين وفي توقيف الإرهابيين قبل أن يقدموا على تنفيذ مخططاتهم في ترويع الآمنين وحصد أرواح الأبرياء. هو مخيم النور للنازحين السوريين في عرسال، والذي أراد الجيش تفتيشه فجرا، وعندها أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدى الدوريات المداهمة، ما أدى إلى مقتله وإصابة 3 عسكريين بجروح غير خطرة. وبحسب بيان عن مديرية التوجيه أنه في وقت لاحق أقدم 3 انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما فجر الإرهابيون عبوة ناسفة، فيما ضبطت قوى الجيش 4 عبوات ناسفة أخرى كانت معدة للتفجير، عمل الخبير العسكري على تفجيرها فورا في أمكنتها. وقد أشارت مديرية التوجيه لاحقا إلى أن أحد الانتحاريين قد أقدم على تفجير نفسه وسط أفراد عائلة نازحة، ما أدى إلى وفاة فتاة تنتمي إلى العائلة.
وليس بعيدا عن مخيم النور وخلال قيام قوة أخرى من الجيش بعملية تفتيش في مخيم القارية للنازحين السوريين، أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما أقدم إرهابي آخر على رمي قنبلة يدوية باتجاه إحدى الدوريات ما أدى إلى إصابة 4 عسكريين بجروح طفيفة. وتستمر وحدات الجيش بعمليات الدهم والتفتيش بحثا عن وجود إرهابيين آخرين وأسلحة ومتفجرات. إلى ذلك أفادت الوكالة الوطنية للأعلام أن قوة الجيش التي نفذت عملية الدهم ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم باتصالهم بالمسلحين في الجرود. مصادر غير رسمية ذكرت أن عدد الموقوفين بلغ 337 موقوفا، وسيتم إخلاء سبيل عدد كبير منهم بعد إجراء التحقيقات اللازمة. كما شددت المصادر على أن الانتحاريين في شرق عرسال كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات إرهابية من زحل إلى بيروت، وأن معطيات التحقيقات الأولية تشير إلى أن معظم موقوفي مخيم القارية ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي وبينهم مسؤولون في التنظيم. كما أكدت المصادر أن لا أنفاق وتحصينات في المخيمين، وأن كل المضبوطات تم ضبطها فوق الأرض نافية العثور على عبوات كيميائية. وقالت إن المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام عن عبوة كيميائية فهي ليست سوى مواد لتصنيع العبوات المتفجرة العادية. ومواكبة للعملية النوعية، تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون الوحدات التي نفذت عمليات الدهم في عرسال، متوعدا بأن العمليات النوعية ستتكثف لإقلاع الشر الخبيث المتمثل بالجماعات الإرهابية. تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون قوى الجيش المنتشرة في منطقة عرسال إثر عملية الدهم في مخيمي النور والقارية للنازحين السوريين، حيث التقى الضباط والعسكريين الذين نفذوا المهمة واطلع على أوضاعهم وحاجاتهم المختلفة. ونوه قائد الجيش بتضحياتهم وتمنى الشفاء العاجل لرفاقهم الجرحى، مثنيا على شجاعتهم في مواجهة الإرهابيين وأدائهم المهمة بدقة واحتراف عاليين، وأشاد بحرصهم التام على تجنيب سكان المخيمين وقوع خسائر في صفوفهم، مؤكدا التزام القيادة الدائم حماية المدنيين في جميع العمليات العسكرية. وأشار العماد عون إلى أن ما جرى يؤكد مرة أخرى قرار الجيش الحاسم في القضاء على التنظيمات الإرهابية وخلاياها وأفرادها أينما وجدوا على الأراضي اللبنانية ومهما كلف ذلك من أثمان وتضحيات، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف العمليات النوعية لاقتلاع هذا الشر الخبيث الذي لا يعير أي اهتمام بحياة الإنسان ويضرب عرض الحائط كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية. ولمناسبة مرور عام على التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها بلدة القاع، زار قائد الجيش مبنى البلدية في البلدة حيث التقى أعضاء المجلس البلدي ومخاتيرها وعدد من الأهالي الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود الجيش وتضحياته في سبيل حماية أهالي القرى والبلدات الحدودية. من جهته طمأن العماد عون الأهالي إلى أن الجيش سيبقى إلى جانبهم ولن يسمح للإرهاب بتهديد أمنهم وسلامتهم. هذا وأشاد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بالعملية النوعية للجيش اللبناني في عرسال، وأكد من المقر العام لقوى الأمن الداخلي أن العملية كانت خطيرة جدا بحسب ما أطلعه عليه قائد الجيش في اتصال هاتفي بينهما. أشاد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بالعملية العسكرية النوعية التي قام بها الجيش اللبناني في مخيمات النازحين السوريين في عرسال، ودعا الجميع لا سيما القوى الأمنية إلى اليقظة والتحوط لمرحلة ما بعد سقوط التنظيمات الإرهابية في سوريا لئلا يدخلوا لبنان. كلام الرئيس عون جاء خلال زيارته إلى مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وكان في استقباله وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وعدد من كبار الضباط. وقد عقد اجتماع مغلق بين الأطراف الثلاثة عرض خلاله الواقع الأمني في البلاد وعمل قوى الأمن والصعوبات التي تواجهها، لا سيما لجهة توفير الإمكانات المالية اللازمة لعملها الأمني والاستعلامي ولتجهيزها بالتقنيات المتطورة وتطويع المزيد في السلك. أفادني قائد الجيش بعملية قامت فيها قوة من اللواء المجاور، كانت عملية خطر كثير، أحد المطلوبين فجر حاله بالدورية ورجع صار كمان 4 فجروا حاله أثناء العملية، 5 انتحاريين، وبعدين كمان عطلوا 4 عبوات ناس في زرعلهم إياها بالشارع كأنه كانوا عارفين في قوة جاي عليهم. بالتأكيد منهنيهم لهالعملية،
وبالنسبة لألكم هالزيارة لهون كمان تقدير لجهودكم، تقدير لتضحياتكم، تقدير لكل قيامكم بواجباتكم اللي هي بتغطي كل أنواع العمليات، سقوط التنظيمات الإرهابية في سوريا لبدهم يفتشوا على اللجوء إلى لبنان. هون بدنا سهر كتير على الموضوع. اللواء عثمان أكد أن وجود الرئيس عون على رأس الدولة هو بمثابة مساندة ودعم وعضد للقوى الأمنية والعسكرية ولمهماتها في سبيل حفظ الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن قوى الأمن الداخلي لم تعد مؤسسة أمنية عادية بل أصبحت بمرتبة الأجهزة العالمية في مكافحة الجريمة والإرهاب بالتعاون مع الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى. إن قوى الأمن الداخلي تقوم بمهامها المحددة لها بموجب القانون من ضابطة إدارية تعنى بحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات والحريات إلى ردع وقمع المخالفات. وعندما تتحقق من جريمة تتحول مهامها إلى ضابطة عادية تحت إشراف القضاء المختص. فرجال قوى الأمن الداخلي يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تنفيذ مهامهم ويقومون بتوقيف أشخاص بالغي خطورة ويعرضون حياتهم للخطر. وهنا ينتهي دورنا في محاسبة هؤلاء المجرمين الذي يجب على عدم التهاون في متابعة محاسبتهم حفاظا على حقوق المعتدى عليهم واحتراما لتضحيات رجال قوى الأمن الداخلي ودماء شهدائها. وجرى عرض أفلام وثائقية حول عمل قوى الأمن الداخلي، ثم قدم ضباط أخصائيون عرضا للخطة الاستراتيجية الخمسية 2018-2023 لتطوير قوى الأمن تحت عنوان معا نحو مجتمع أكثر أمانا. وبعدها قدم الوزير المشنوق واللواء عثمان درعا تقديريا لرئيس الجمهورية ونسخة عن كتاب صفحات من تاريخ قوى الأمن الداخلي، ودون الرئيس عون بدوره كلمة شكر في السجل الذهبي لقوى الأمن. استنكر وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي الاعتداءات التي تعرض لها الجيش اللبناني في مخيمي النور والقارية في عرسال، وثمن سهر الجيش اللبناني والقوى الأمنية على أمن المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين على حد سواء، متمنيا لجرحى الجيش اللبناني الشفاء العاجل ومقدما التعازي لأهل الطفلة البريئة التي قضت في الاعتداء المجرم نتيجة أقدام انتحاري على تفجير نفسه وسط أفراد عائلتها. ودعا الوزير المرعب إلى تعاون الجميع مع القوى العسكرية والأمنية حفاظا على الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية كافة. أعلنت قوى الأمن الداخلي أنه بعدما تم تحديد هوية 177 شخصا من مطلقي النار المجرمين خلال صدور نتائج الشهادة المتوسطة، تم توقيف 23 منهم حتى الآن على أن يتم الإعلان عن أسمائهم بالتفصيل. هذا وتمكنت شعبة المعلومات في إنجازين جديدين من كشف وتوقيف سارقي مصرفي عود والبركة وصادرت أسلحتهم والأموال المسروقة. في 21 من الجاري وفي وضح النهار أقدم 3 أشخاص ملثمين في محلة مستديرة بحمدون على متن سيارة داكنة الزجاج ويحملون أسلحة حربية من نوع بومباكشن وكلاشينكوف على الدخول إلى بنك عودي فرع بحمدون وإطلاق عيارات نارية عدة، وسلبوا مبلغ 30,000 دولار و40 مليون ليرة لبنانية وفروا باتجاه بيروت. وبنتيجة المتابعة الفورية تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية الفاعلين، وهم 3 أشقاء من منطقة الجبل. وفجر الجمعة نفذت قوة خاصة من الشعبة عملية إطباق سريعة ومتزامنة على 3 أماكن تواجد فيها المذكورين في محلة صوفر ومحيطها. تم بنتيجتها توقيف الفاعلين وضبط مبالغ مالية بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي، بالإضافة إلى السلاح المستعمل في عملية السلب وأسلحة إضافية. وبالتحقيق معهم اعترفوا بتنفيذ عملية السطو المسلح على المصرف المذكور. وبعد يومين على عملية السطو التي حصلت في فرع بنك البركة في محلة الكولا، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللصين حاحا وعين ألف وضبطت الأسلحة المستعملة ومبالغ مالية من المسروقات. وقد أشارت المعطيات إلى أن أحد الموقوفين كان في طريق الجديدة والثاني في منطقة داود العلي في وادي الزيني.
وإلى بلدة بيصور، حيث شهد اليوم حلقة جديدة من مسلسل الجرائم، إذ أطلق نازح سوري النار على طليقته فأرداها قتيلة. تقرير غيدة الجبيلي. من هذه النافذة أطلق السوري محمد غسان السنكري النار من سلاح صيد على طليقته بعد أن رفضت إدخاله إلى المنزل الذي لجأت إليه منذ 3 أيام هربا منه. مؤمنة خالد المسلم التي تبلغ من العمر 30 عاما زحفت بجراحها إلى الغرفة المجاورة، حيث كان أولادها 3 عصام ومريم ورغد الذين كانوا يشاهدون الرسوم المتحركة، وإذ بهم يرون المشهد الأبشع. نقلت مؤمنة إلى مستشفى شحار الغربي لتفارق الحياة تاركة أطفالها لمستقبلهم المجهول. جيران مؤمنة لا يعلمون الكثير عنها، لكن ما عرف أنها كانت على خلاف مع زوجها، وأنه في الفترة الأخيرة كان يريدها أن ترجع إليه بشرط أن تترك أولادها من زواج سابق لها. الأجهزة الأمنية تعمل على ملاحقة المجرم، فيما تم التواصل مع جمعيات تعنى باللاجئين السوريين للعناية بهم بتكليف من بلدية بيصور لحين التواصل مع أحد أقربائهم. أما رئيس بلدية بيصور نديم ملاعب فرفض ربط الجريمة بالبلدة، لافتا إلى أن في بيصور نحو 3500 نازح سوري يعاملون أحسن المعاملة. شارك ممثلو 61 مصرفا في لبنان بانتخاب جمعية المصارف في عملية ديمقراطية فازت خلالها لائحة القرار المصرفي برئاسة جوزيف طرباي، واخترق رئيس اللائحة المنافسة رئيس بنك بيروت سليم صفير اللائحة. تقرير باسل الخطيب. 63 مصرفا عاملا في لبنان بين كبير وصغير وعربي اجتمعت وللمرة الأولى منذ 23 سنة لانتخاب هيئة لمجلس جمعية مصارف لبنان، وقد تمثلت هذه المصارف بلائحتين: لائحة القرار المصرفي وهي مؤلفة من 12 عضوا من كبرى المصارف ويرأسها الرئيس الحالي للجمعية جوزيف طرباي وهو رئيس بنك الاعتماد اللبناني، وقد ربحت اللائحة باستثناء العضو 12 وهو فاروج ياركزيون عن بنك الإمارات ولبنان. لائحة التغيير ويرأسها رئيس بنك بيروت سليم صفير، وهي غير مكتملة ومؤلفة من 8 أعضاء من المصارف الصغيرة، وفاز منها فقط رئيسها سليم صفير الذي تمكن من اختراق اللائحة المنافسة. نسبة الاقتراع لمست 100% تقريبا، وتمثلت بجميع المصارف، ومن أصل 63 مصرفا بلبنان انتخب ممثلو 61 مصرف، ولم ينتخب ممثلان عن بنك المدينة وبنك المتحد اللذين يبدو أن مصرف لبنان حاول البقاء على الحياد. طرباي وبعد الفوز والانتهاء من فرز الأصوات قال للمستقبل إن العملية كانت ديمقراطية. هذه عملية انتخابية كانت ضرورية، وبالفعل نحن استفتينا القاعدة الواسعة تبع المصارف يلي شاركت كلها اليوم بالانتخاب، ونجاحنا بالانتخاب بدل على أن مأيدة هي كل الحركة تبعتنا وكل الإنجازات يلي عملناها. فإذا صوتت القاعدة المصرفية اليوم على إنجازاتنا مش على برامج للمستقبل. كمان يلي خسروا هن جزء من عائلة واحدة، وأنا بالطبع خلينا نقول بضمهم لصدري بنتعامل معهم بهالنفسية هذه يلي هي أساس نجاح القطاع المصرفي. الموضوع الرئيسي الكبير يلي هو موضوع العقوبات احنا عم نشتغل عليه وما توقفنا لحظة. في عندك موضوع العقوبات، عندك موضوع الدين العام، عندك موضوع الضرائب، عندك موضوع إعادة رسم رؤية شمولية للاقتصاد بلبنان. أما صفير فبارك للقطاع وللفائزين واصفا الانتخابات بالحدث التاريخي. دكتور صفير، كيف توصف العملية الانتخابية؟ يا سيدي بوصفة إنها ديمقراطية، بوصفة إنه خلقت حيوية جديدة للمجلس الجديد، بوصفة أنه البنوك الصغيرة والمتوسطة والأجنبية سمعت صوتها، وبقدر أقول هون أنه رح مثلهم أنا بهالمقعد اللي ربحوني بالمجلس. إذن الانتخابات أصبحت وراءنا، والأولويات اليوم أمام جمعية مصارف لبنان هي العقوبات الأمريكية وتحييد القطاع المصرفي، الضرائب والدين العام. وتتابعونا بعد الفاصل. السيسي يؤكد أن ثورة 30 يونيو كشفت نوايا الدول المخربة. شعارات مناهضة لخامنئي في إيران عشية مؤتمر المعارضة في باريس.
أهلا بكم من جديد. سلم تنظيم داعش 17 قرية وبلدة إلى قوات النظام السوري بعد انسحابه من أرياف حلب الشرقية والجنوبية لتصبح محافظة حلب خالية من أي وجود للتنظيم الإرهابي. في المقابل استعاد داعش حيا في مدينة الرقة إثر عملية تسلل دفعت بقوات سوريا الديمقراطية للانسحاب منه. كعادته ينسحب تنظيم داعش الإرهابي من مناطق سيطرته لتدخلها قوات الأسد. 17 قرية سلمها داعش في غضون ساعات قليلة بعد 4 سنوات من وجوده فيها لتصبح أرياف حلب الشرقية والجنوبية خالية من أي وجود للتنظيم الذي استخدمها قاعدة للهجوم على مناطق المعارضة. وبدخول قوات الأسد هذه المناطق وسيطرتها على طريق أثرية الرصافة ومناطق شرقي خناصر، يكون داعش قد أخلى مساحة 3000 كيلومتر مربع ويصبح خارج محافظة حلب. هذا التطور قابله هجوم مضاد لداعش في الرقة حيث استعاد حي الصناعة بعدما تسلل إليه 40 من عناصره عبر الأنفاق وتنكروا بزي قوات سوريا الديمقراطية واشتبكوا معها، مما اضطرها للانسحاب بعد أن تعذر على طيران التحالف قصف المنطقة. ويأتي هجوم داعش نتيجة تضييق الخناق عليه وقطع آخر منفذ له إلى خارج الرقة. وردا على سقوط صواريخ في مرتفعات الجولان المحتل، عاود طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف نقطتين عسكريتين لجيش النظام السوري، الأولى في محيط بلدة الصمدانية الشرقية والثانية عند أطراف مدينة البعث في ريف القنيطرة. وبالتزامن مع الحديث عن دخول حشود من الجيش التركي ريف جسر الشغور بريف إدلب، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن موسكو وأنقرة وطهران انتهوا من تجهيز وثائق رسم حدود مناطق تخفيف التصعيد في سوريا ونظام المراقبة، مضيفا أنه من المفترض أن يبحث اجتماع أستانا المقبل مسألة إنشاء لجنة سورية للمصالحة الوطنية. بدورها شككت الخارجية الروسية بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن استخدام النظام غاز السارين في هجوم خان شيخون، لكن الخارجية الفرنسية اعتبرته واضحا لا لبس فيه، فيما اتهمت بريطانيا نظام الأسد بشن الهجوم. أعلنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية أن النصر النهائي في الموصل سيعلن خلال أيام، في وقت أقر داعش بهزيمته في الموصل وحدد قضاء تل عفر مقرا مؤقتا لما أسماها بدولة الخلافة. بعد يوم على إعلان وزارة الدفاع العراقية نهاية داعش في الموصل، قال قائد قوات مكافحة الإرهاب عبد الغني الأسدي إن النصر النهائي على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل سيعلن في الأيام القليلة المقبلة. الأسدي الذي كان يتحدث من داخل المدينة القديمة بغرب الموصل قال إن المتبقي من عناصر داعش يقدر عددهم بين 200 إلى 300 مقاتل غالبيتهم من الأجانب. في المقابل أقر التنظيم المتطرف بشكل مفاجئ بخسارته معركة الموصل، وذلك خلال خطبة ألقاها في وسط قضاء تل عفر أحد أبرز قادة التنظيم المكنى أبو البراء الموصلي، والذي حدد تل عفر مقرا مؤقتا لما أسماها بدولة الخلافة. وكان التحالف الدولي في بغداد اعتبر أن استعادة الموصل باتت على الأرجح مسألة أيام، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي عن استعادة المدينة ستتولاه الحكومة العراقية. إنسانيا أفادت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بأن عدد النازحين منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى في 17 من تشرين الأول الماضي بلغ أكثر من 900,000 نازح من ساحلي الموصل الأيسر والأيمن. وفي ردود الفعل هنأ القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير المالية السابق هوشيار زباري باستعادة الموصل، ولكنه قال إن الفضل بذلك يعود إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، متهما الحكومة العراقية بتجاهل هذه الحقيقة. من جانبه هنأ أمير الكويت صباح الأحمد الجابر صباح العراق حكومة وشعبا بتحرير الموصل، مجددا موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بأشكاله وصوره كافة وتضامنها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه. كما رحبت إيران بدحر تنظيم داعش الإرهابي من مدينة الموصل، مؤكدة أنها ستبقى إلى جانب العراق حتى ضمان أمن المنطقة كلها. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان سبل حل الأزمة الخليجية مع قطر، وأنهما شددا على محاربة التطرف ووقف كل الدول لتمويل الإرهاب.
إلى ذلك بدأ وزير دفاع قطر خالد بن محمد العطية زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، التقى خلالها نظيره التركي فكري أشيق وبحث معه مسألة مقاطعة الدول العربية لقطر. اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ثورة 30 من حزيران يونيو عام 2013 كانت بداية لمواجهة الدول التي تمول الإرهاب بعدما تكشفت نواياها. وفي خطاب لمناسبة الذكرى الرابعة للثورة تعهد السيسي بأن تظل مصر صماما للأمان والاستقرار. ورفضت مصر الدخول للإرهاب سواء المادي أو المعنوي، وأمر الشعب قواته المسلحة وشرطته بمواجهة الإرهاب والقضاء عليه. كانت ثورة يونيو إذانا بمواجهة أكبر من مجرد التخلص من حكم جائر فقط، فكانت بداية لاستعادة مصر دورها الإقليمي النشط ومواجهتها للدول التي تسعى في المنطقة خرابا عن طريق تمويل ورعاية الإرهاب وجماعاته. واليوم بعد 4 سنوات بات صوت مصر مسموعا، ورؤيتها لإعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط موضعا للتقدير ومحلا للتنفيذ، وظهرت النوايا التي كانت مستترة من بعض الأشقاء وغير الأشقاء على حقيقتها، ووضع كل أمام مسؤولياته. توافد عشرات آلاف من أبناء الجالية الإيرانية إلى باريس للمشاركة غدا في المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية، في وقت انتشرت في شوارع إيران شعارات مناهضة للمرشد الأعلى علي الخامنئي وللنظام الحاكم. إلى أين تتجه إيران؟ تحت هذا الشعار عقدت في العاصمة الفرنسية سلسلة ندوات بمشاركة شخصيات دولية وعربية بارزة عشية المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية. عشرات الآلاف من أبناء الجالية الإيرانية المنتشرين في دول العالم تقاطروا إلى باريس للمشاركة في المؤتمر، الذي قال المنظمون في بيان إنه سيطالب بإسقاط النظام الحاكم في إيران. وذكر بيان منظمي المؤتمر أن النظام يحتاج إلى مزيد من القمع الداخلي وتصدير الإرهاب والحروب من أجل الحفاظ على السلطة، مشيرا إلى أن تدخلاته المتزايدة في سوريا والعراق واليمن ولبنان ودعمه للمجموعات الإرهابية جعلت عدم الاستقرار حالة ثابتة في المنطقة. ووجه البيان رسالة مفادها بأن تغيير النظام الإيراني أمر لا بد منه، مناشدا الدول كافة أن تتخذ الترتيبات الضرورية لقطع دابر النظام من المنطقة وطرد الحرس الثوري وعملائه من سوريا. وقبيل انطلاق المؤتمر، نشرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس مشاهد فيديو تظهر شعارات وصورا عدة انتشرت في شوارع مدن إيرانية عدة مناهضة للمرشد الأعلى علي خامنئي والنظام الحاكم، وأخرى مؤيدة لرئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي. بدأ العمل بالقرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بشأن تنفيذ جزئي لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر السفر على مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة. وكانت المحكمة العليا قد أوضحت قبل 3 أيام عند إصدارها القرار أن أي مواطن من السودان وسوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن لا يحصل على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. وافق البرلمان الألماني على مشروع قانون مثير للجدل ينص على إلزام شبكات التواصل الاجتماعي بالتصدي بحزم أكبر للتحريض والترويج للإرهاب على منصاتها. وتمت الموافقة على المشروع بأصوات نواب الائتلاف الحاكم الذين يشكلون الغالبية في البرلمان. ويفرض القانون غرامات قدرها 50 مليون يورو على وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للكراهية وتنشر أخبارا كاذبة. وتتابعونا بعد الفاصل. القوات في بنشعي وتأكيد على التواصل الدائم. ضبط 3 أطنان من الأسماك الفاسدة. أهلا بكم من جديد. حضر قانون الانتخاب الجديد
في لقاء الرئيس عون في بعبدة مع نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان. وقد تناول البحث مرحلة الانطلاقة الجديدة بعد إنجاز القانون، سواء على صعيد العمل الحكومي أو على صعيد عمل مجلس النواب. وأكد عدوان أنه لا يجوز اعتبار الفترة المتبقية حتى إجراء الانتخابات المقبلة وقتا ضائعا، بل يجب أن تخصص لإقرار مجموعة من القوانين العالقة، إضافة إلى الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب. أكد الرئيس فؤاد السنيور الوقوف إلى جانب القوى العسكرية والأمنية في وجه المجموعات الإرهابية. وأشار السنيور خلال جولة له في صيدا إلى أن الحديث عن ترشحه للانتخابات النيابية ما زال مبكرا. أكد رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيور الوقوف إلى جانب القوى العسكرية والأمنية بوجه المجموعات الإرهابية التي تعرض الأمن والسلم الأهلي في لبنان للخطر. السنيور وخلال جولة له على جزيرة صيدا انتقد محاولة البعض أن يورط لبنان في الآتون الذي تقع فيه بلدان أخرى، وذلك في رد غير مباشر على الكلام الأخير لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. لا يمكن للبنان أن يقبل واللبناني أن يقبلوا بأنه يستمر هذه المجموعات تعرض الأمن والسلم الأهلي في لبنان للخطر، أو أنها تحاول أن تجر لبنان إلى أن يقع في الأتون الذي تقع فيه سوريا الآن وبلدان أخرى، أو أنه يحاول يورط لبنان في هذا الأمر، وبالتالي أنه يعني تطلع تصريحات من هنا ومن هناك أنه هي نحن بدنا يعني نتدخل في بلد آخر. أنا بعتقد أنه كفى لبنان هذه التجارب وهذه المغامرات وهذا التهور غير مقبول، ولا أعتقد أن اللبنانيين مستعدين يفرطوا بسلمهم الأهلي من أجل أنهن يلبوا ما يقوله أحدهم من أنه نحن بدنا نتدخل من هون ومن هون. أما عن ترشحي للانتخابات النيابية في دائرة صيدا جزين، أجاب السنيورة أن الوقت لا يزال مبكرا. بعد بكير، في عنا وقت، يعني بعد عنا على الأقل 10 أشهر، وحتى يعني من شان واحد قبل ما يترشح في 7 أشهر، معنا وقت ما نشوف لشو الناس المنفكر بهذا الموضوع. وقلت أنا في ناس كتار يلي قاعدين طول النهار إنه حيترشح الرئيس سنيورا مش حيترشح الرئيس سنيورا، فأجبتهم ببيت المتنبي يلي هو: أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراهم ويختصموا. كما أبدى السنيور تخوفه من إشكالات في قانون الانتخاب الجديد بما يتعلق بتقسيم مدينة بيروت، معتبرا أنها يجب أن تكون دائما عاصمة العيش المشترك وليس تقسيمها. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن مهمة الدفاع عن لبنان واللبنانيين واتخاذ القرارات الدفاعية والخارجية حصرا بيد الدولة اللبنانية. وخلال احتفال لتسليم بطاقات حزبية لمنتسبين جدد، أشار جعجع إلى أن المصالحة مع التيار الوطني الحر طوت صفحة من الاقتتال بين الطرفين وطالت كل الأطراف اللبنانية. صحيح أن مصالحة معراب كانت محصورة بين قوتين أساسيتين، إلا أن مفاعيلها الإيجابية امتدت كالشعاع على أرجاء الوطن، فطالت كل الأطراف السياسية الباقية، مما أدى إلى انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، وبعدها إلى الوصول إلى قانون انتخاب جديد. لذلك وعلى ضوء كل ما تقدم، فليسمى احتفالنا اليوم احتفال مصالحة معراب. سمعنا كثيرا في الأيام الأخيرة كلاما عن تسييب حدود لبنان وفتحها أمام مجموعات مسلحة مما هب ودب بحجة الدفاع عن لبنان. فأولا، لا نريد من أحد الدفاع عنا أو عن لبنان، فهذه مهمة حصرية وحصرية جدا وحصرية جدا جدا للدولة اللبنانية وحدها فقط لا غير. وما قام ويقوم به الجيش اللبناني اليوم وكل يوم وكل يوم مع باقي الأجهزة الأمنية خير دليل على ذلك. ثانيا، ليس من حق أحد على الإطلاق اتخاذ قرارات استراتيجية خصوصا فيما يتعلق بسياسة لبنان الدفاعية أو الخارجية إلا الحكومة اللبنانية حصرا. ثالثا، ما زالت ماثلة أمام أعيننا تجربة المجموعات الفلسطينية المسلحة التي أدخلت في السبعينات أيضا بحجة مواجهة إسرائيل
فكانت النتيجة مواجهة كبيرة للشعب اللبناني وحربا داخل لبنان لم نشهد لها مثيلا. ورابعا وأخيرا، لقد أثبت التاريخ وعلى مدى 1500 عام أن اللبنانيين استحقوا لبنان لأنهم دافعوا عنه بأنفسهم كل الوقت، وليس لأنهم استخدموا مجموعات غريبة من الخارج للدفاع عنه. من بنشعي أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حصباني أن القوات اللبنانية وتيار المردة على تواصل دائم لما فيه مصلحة البلد والمواطن. تشرفت بزيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجي، واللقاء كان ممتازا وإيجابيا. الكلام لنائب رئيس مجلس الوزراء غسان حصباني من بنشعي التي حط فيها خلال جولته في صغرتة. نحن بالقوات اللبنانية على تواصل دائم مع تيار المردة، ونحن يعني نتلاقى على الكثير من شؤون البلاد والشؤون الحياتية والاجتماعية والأساسية للنهوض بهذه الدولة من جديد ومؤسساتها. فمن طبيعة الحال يعني التواصل سيكون مستمر ودائم، ونحن سنكون دائما بتعاون بما فيه خير البلد وخير الناس. انتخابات بعد بكير نحكي بهالموضوع، هيدا في اشياء بعد اهم اليوم هي تمكين العمل الحكومي، تمكين التواصل بين كافة الافرقاء، تمكين هذا الاستقرار الذي نحن نعيشه. حصباني الذي استهل الجولة بمقر حزب القوات اللبنانية في بلدة اردي زار ضريح رئيس رنام عوض، كما زار الوزيرة السابقة نيلة معوض. اليوم في عملية نوعية جدا عم بيقوم فيها الجيش اللبناني بعرسال، نحن منشد على ايده، منوجه له احر التحيات ومتمنى له التوفيق. الجيش اللبناني هو الجهة اللي نحن نعتبرها الوحيدة القادرة على الدفاع عن حدود لبنان. وزير الصحة لفت لأنه أوعز إلى المستشفيات كافة لاستقبال جرحى الجيش والمصابين من المعارك في عرسال. بعد ذلك لبى حصباني دعوة رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض إلى مأدبة غداء. حصباني قال: لقد أصبحنا في مرحلة متقدمة من خطة حل مشكلة الدخول إلى الطوارئ، معلنا عن موافقة البنك الدولي على تقديم رزمة مالية تبلغ قيمتها 150 مليون دولار للبنان لمواجهة ضغط النزوح، وهذا الأمر ستستفيد منه مباشرة المستشفيات الحكومية. كما قال من ناحيته، قال معوض إن ثقافة الإصلاح لا تكون بالخطابات الرنانة التي نوجهها للخصم ونراعي فيها الحليف السياسي، وحين تتغير الظروف نهاجم الخصم الجديد الذي كان حليف الأمس ونراعي حليف اليوم الذي كان خصم الأمس. أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ استعداد الأمم المتحدة لرعاية عملية ترسيم الحدود البحرية. كاغ خلال لقائها رئيس مجلس النواب نبيب بري في عين التيني أشارت إلى جولتها الأمريكية وما قامت به على صعيد الترسيم. من ناحيته أكد بري تمسك لبنان بكامل ثروته النفطية والمنطقة الاقتصادية الخاصة وعدم التنازل عن الحق اللبناني. دعا الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري إلى إعادة النظر بشكل جدي بتطبيق عقوبة الإعدام لردع المجرمين وضبط التفلت الحاصل. كلامه جاء خلال زيارته مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو في دارته في الجي، حيث قدم له وللعائلة التعازي بالمغدورين الشابين حامد وإبراهيم الجوزو اللذين قتلا في محطة تكرير الصرف الصحي في خلدي. وأشار إلى أن تطبيق الإعدام يلزمه قرار سياسي كبير يتخذه الرؤساء الثلاثة مع وزير العدل والسلطات المختصة. من جهته أثنى الجوزو على الجهود التي بذلها رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري مع الأجهزة الأمنية للتوصل إلى الحقيقة وكشف منفذ الجريمة بعد أن حاول البعض لفلفة القضية باعتبارها قضاء وقدر. برعاية السيدة نازك رفيق الحريري تم تخريج الدفعة 31 في ثانوية الحريري الثانية. احتفلت ثانوية الحريري الثانية بتخريج الدفعة 31 التي ضمت 58 تلميذا من صفوف القسم الثانوي خلال احتفال أقيم في حرم الثانوية برعاية رئيسة مؤسسة رفيق الحريري السيدة نازك رفيق الحريري ممثلة بالسيدة هدى طبارة. وحضر الاحتفال النائب باسم الشاب ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والمديرة العامة لمؤسسة الحريري سلوى السنيورة بعصيري وشخصيات. نجد المسيرة التعلمية التي خاضها التلاميذ
محاطين باحتضان وتفان كبيرين من قبل الجسم الإداري والتعليمي للثانوية، قد توجت بنجاحات كانت على مستوى جسامة المسؤولية لإعداد جيل مؤهل بالعلم والمعرفة، منفتح على ثقافات العالم، ومسلح بالقيم والمبادئ الإنسانية، تماما كما أراد الرئيس الشهيد رفيق الحريري للشباب اللبناني أن يكون عليه. وتخلل الاحتفال كلمات لكل من المدير الأكاديمي للثانوية عبد اللطيف منيمني والمديرة الإدارية والمالية للثانوية ندى السبعين عقوم، شددت على متابعة مسيرة الرئيس الشهيد التربوية والتعليمية. وبعد عرض وثائقي عن الثانوية وكلمات للخريجين، تم توزيع الشهادات على الخريجين. لمناسبة مرور 100 عام على ولادة الزعيم الراحل كمال جملاط و40 عاما على استشهاده، افتتحت رابطة أصدقاء كمال جملاط ولجنة مهرجانات بيت الدين معرض كمال جملاط رجل الفكر والقيم الإنسانية في قصر بيت الدين. وحضرت حفل الافتتاح شخصيات تقدمها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط ورئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين السيدة نورة جملاط، التي أكدت الالتزام بنهج كمال جملاط المبني على الانفتاح والاعتدال. هذا المعرض للرجل الفكري والقيم الإنسانية هو تحية لمناضل كرس حياته في سبيل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في سبيل الإنسان أينما كان على وجه الأرض، في سبيل العروبة الحضارية المتحررة، في سبيل فلسطين والثورة الفلسطينية. تمكنت المديرية العامة للأمن العام من ضبط كمية كبيرة من الأسماك الفاسدة في سوق السمك في محلة الكارنتينا بيروت، بلغت زينتها 3000 كيلوغرام. ودهمت قوة من المديرية العامة ليلة الثلاثاء بإشراف القضاء المختص شاحنات مخصصة لتخزين الأسماك وتبريدها في سوق السمك، وتعود إلى التاجر ألف عين طا والذي زور تاريخ صلاحية الأسماك ووزعها في الأسواق. وقد تم توقيف التاجر الذي اعترف بنتيجة التحقيق معه بما نسب إليه وأحيل إلى النيابة العامة المختصة. نصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع كارولا نقاش. مساء الخير، نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع بنك الخليج، حيث ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك عند مستوى A-، إضافة إلى تغيير النظرة المستقبلية لبنك الخليج من مستقرة إلى إيجابية. الوكالة أبقت التصنيف الائتماني للبنك بالمدى القصير على ما هو. ومننتقل إلى شركة سامسونج يلي عم تسعى إلى استثمار بقيمة 380 مليون دولار من أجل تصنيع الأجهزة المنزلية بولاية ساوث كارولينا. هالاستثمار من شأنه يأمن حوالي 950 فرصة عمل جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة. وفقا لبيان الشركة، رح يتم بيع هالأجهزة أولا بالولايات المتحدة. ومننهي من عملاق الأجهزة الإلكترونية فيليبس يلي صرحت عن دفع 1.9 مليار يورو بهدف شراء سبكترانيتكس، شركة أمريكية بتختص بتصنيع علاجات مستحدثة لأمراض عديدة، وذلك سعيا منها لتوسيع محفظتها الطبية. أضافت فيليبس أنها رح تضخ 1.5 مليار يورو بنفس الوقت على مدى سنتين من أجل شراء أسهم الشركة. بحب شير إلى أنه فيليبس عرفت بتصنيع الأجهزة الكهربائية وتلفزيونز، لكن تعرضها لمنافسة شرسة خصوصا من قبل الشركات الأسيوية، جعلت تنسحب من هالمجال وتركز أكثر على تكنولوجيا التصوير والتشخيص الطبي. هذه كانت أخبارنا اليوم، أنا بشوفكم نهار التنين. وإلى صفحة الأحوال الجوية. بونسوار. ابتداء من اليوم بلش لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا متمركزة فوق الخليج العربي، رح يكون تأثيرها أقوى خلال نهاية عطلة الأسبوع. رح ننتقل هلأ لنشوف كيف عم تكون الحرارة ببعض العواصم العربية، برجع بكفي على طقس لبنان. ورح بلش من الرباط مع 26 درجة، 29 بتونس، 43 درجة بالقاهرة، دمشق 39، 32 بالقدس، 37 درجة بعمان،
ننتقل على الكويت مع 46 درجة، 41 بالدوحة، وبختم مع الرياض مع 45 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة السبت، طقسنا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجنوبية وبالداخل. أما على الساحل لبكرة الحرارة عم تتراوح من 22 و 33 درجة، بالداخل بتوصل أقصاها لل 39، أما بالجبل فبتتراوح بين 21 وال 31 درجة. تفاصيل أكثر منروح على الخريطة اللبنانية، ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 31 درجة، 32 بطرابلس، 33 درجة بالكورة. الهرمل 34، 32 بالقاع، 34 درجة ببعلبك، 32 برياق. بنتقل على جبال مع 31 درجة، 29 بميروبة، 32 بجونية وبعبدة. بيروت كمان 32 درجة مع طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا لبكرة السبت. زحلة 39، 38 بشتورة، 37 درجة بعنجر، 33 بمشغرة. جزين، مرجعيون وبنت جبال 32 درجة، 30 برشية. بنتقل على بيت الدين مع 28 درجة، أما المناطق الجنوبية صيدا، صور وقانا فالحرارة عم توصل فيهم أقصاها ل 33 درجة. إذن لبكرة عنا ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة لتتراوح بين 23 و 32 درجة، أما بالنسبة لنهار الأحد فبتوصل أقصاها لل 31، أما التنين عنا ارتفاع لتوصل ل 32 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 16 و 28 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، وأنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت. وفي الختام هذا تذكير بأبرز عناوين المسائية. إنجاز نوعي للجيش ضد الإرهابيين في مخيمات عرسال، وقائد الجيش يجول ويتوعد العمليات النوعية ستتكثف لاقتلاع الشر الخبيث. تنظيمات الإرهابية في سوريا لابدهم يفتشوا على اللجوء إلى لبنان. عون يدعو من مقر قوى الأمن الداخلي إلى اليقظة لمرحلة ما بعد سقوط التنظيمات الإرهابية في سوريا. داعش ينسحب من 17 قرية بريف حلب لصالح النظام ويستعيد حيا في الرقة. من فريق العمل والإعداد ومن أطيب التمنيات، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. موفقين. ما عايش في لبنان وبرات لبنان يلي بيفكر إنه بيقدر يشلب تيار المستقبل.